نرحب بحضراتكم مرة تانية، وهنروح دلوقتي لجامعة سوهاج. وفريق كلية العلوم في جامعة سوهاج قدر أنه يصنع منتج محلي للروبوت متخصص في الكشف عن الإشعاع وقياس الجرعات الإشعاعية. كلنا عارفين أن الناس اللي شغالين في قصة الإشعاع وخصوصاً لمرضى الأورام ممكن يتأثروا بهذا الأمر، ممكن يعني يكون ليهم أضرار من المهنة اللي بيشتغلوا فيها. الروبوت ده هدفه حماية العنصر البشري من أنه يتعرض مباشرة للإشعاعات والملوثات. خلينا نفهم طبيعة هذا المشروع، اتعمل إزاي، بدايته إزاي، وهل هيتطبق ويبقى موجود في السوق ويقدر يحمي العاملين في هذه الفئة. عبر تطبيق زوم معنا الدكتور محمود هارون، المدرس المساعد في قسم الفيزياء بكلية علوم جامعة سوهاج. صباح الخير دكتور، وأهلا بحضرتك وألف مبروك. اهلا بيك يا دكتور. طيب في البدايه خلينا نبسط الموضوع للساده. اهلا بحضرتك. في البدايه لو ممكن نبسط للساده المشاهدين، ايه هو الروبوت ده؟ ايه وظيفته؟ هو في البدايه المشروع كان جهاز للكشف عن الاشعاع وقياس الجرعات الاشعاعيه لاستخدامه في المعامل الطلابيه، لانه الاجهزه اللي احنا بنجيبها من بره بتكون غاليه الثمن، صيانتها صعبه لانه هي مستورده وما ليش اكسس على الهاردوير او السوفت وير بتاعها. فكانت الفكره بالنسبه لنا والدكتور احمد رفعت زميلي معيد قسم فيزياء والجروب اللي احنا بدانا نشتغل معاه المشروع ندى ومها وشيماء ومريم، ان نحن نبدا نعمل حاجه زي كده، يعني حاجه جهاز يستخدم في المعامل الطلابيه بتكلفه اقل ويكون صيانته سهله بالنسبه لنا، عشان ما يبداش الجهاز اللي يحصل فيه عطل ابدا اركنه على جنب واحاول اجيب غيره وغالي الثمن زي ما انا قلت في الاول. فالحمد لله احنا قدرنا نبدا نعمل الجهاز ده، وضفنا له متحكم الكتروني اللي هو الاردوينو، متحكم بسيط، الكود بتاعه لغه سي بسيط بالنسبه لنا، نعرف نصينه من ناحيه الهارد، والدائره الالكترونيه برضه بتاعته بسيطه، بحيث ان انا اقدر اصين المنتج بتاعي بتكلفه بسيطه وانا اللي اصين بنفسي. الحمد لله تاكدنا من شغل الكاشف، قياس معايا الجرعات الاشعاعيه، كشف الاشعاع، بدانا نحمله على روبوت ذات القياده. ايه روبوت ذات القياده؟ يعني انا اقدر، لان هو في التراسونيك سنسور بيقدر يتحكم في الحركه بتاعته، ان هو مجرد ما يلقى حاجز يبدا يشوف المسافات يمينه ويساره، المسافه اللي هي متاحه بالنسبه له يبدا يتجه ليها. الكاشف ده الروبوت ده هو بيغنيني على ان انا احمل جهاز مثلا زي الانسبكتور، ده جهاز مستخدم في المعامل البحثيه، هو محمول يعني ينفع امسكه في الايد زي الموبايل كده، واروح انا بيه المقام اكتشف لو في تلوث، يعني لو عندي مثلا معمل في المستشفى او مقام جيولوجي رايح مكان، فيضطر ياخذ الجهاز ده معاه يروح يستكشف المكان ده. لا، احنا فكرنا في فكره الروبوت بعد كده عشان احمي العناصر البشريه دي ان هي تاخذ الجهاز بايدها وتبدا تتحرك بيه. في نفس التوقيت نحن عايزين الروبوت ده يكون هو، يعني احنا حاليا شغالين على ان احنا نعمل له تحكم عن بعد، يعني بحيث ان هو يبقى كمان مش التراسونيك سنسور بس يبدا يتحرك، لا، الالتراسونيك سنسور ده معايا كحاجه مساعده، انا بالفعل هيبقى معايا اللابتوب بتاعي او الموبايل بتاعي وابدا اتحكم فيه عن بعد، هو في كاميرا بتستكشف لي المكان وانا ابدا اتحكم في حركته عن بعد، بحيث ان هو يروح ويبعث لي كمان الداتا اونلاين او على اي سيرفر او على اي حاجه باستخدام اي موديول، يعني انا هدرسه ضمن تطبيقات الاي او تي باذن الله. في نفس التوقيت نحن هنزوده، اختبرنا برضه ليه شريحه جي بي اس بحيث يديني اللوكيشن، يعني يرسم لي مثلا خريطه للمكان اللي هو فيه، انه الاماكن دي امنه، المكان ده فيه جرعه اشعاعيه عاليه، بحيث الناس تبدا تاخد احتياطات. يعني الكلام ده ملوش علاقه بقصه مرضى الاورام او كده، هو ليه علاقه بالاماكن اللي فيها اشعاعات يا دكتور؟ حضرتك في بعض مراكز علاج الاورام بتستخدم الاشعاع في العلاج. تمام. فهو هنا احنا البروجكت بتاعنا فيها يا اما مثلا في راديشن اليرت، يعني زي جهاز انذار للراديشن، لو حصل تسرب في مركز العلاج ده فيبدا يبعث لي مثلا رسائل او مثلا يبدا يدي لي انذار معين انه هنا في خطوره اشعاعيه عشان الناس تبدا تتعامل معاها. حلو. الروبوت مهمته في الوقت ده ان هو برضه يستخدم للكشف عن المكان ده، لو حصل تسريب اشعاعي، يعني لو بعندي ماده مثلا معين وحصل منها فقط جزء او جزء كده بيجي على الارض منها او حاجه زي كده، بيحصل بدل ما اضطر اقفل المستشفى او اقفل مركز العلاج الاشعاعي
الروبوت هو اللي يبدا يتعامل ويكتشف لي المكان، ويبدا تيجي ناس متخصصه تتعامل مع ازاله المواد المشعه دي بدل ما الطاقم الطبي اللي عندي هو اللي يتعرض لها. صح. طيب يعني برضو خلينا نفهم بشكل اكتر يا دكتور، يعني هل المصادر بتاعت الاشعاعات الضاره دي هل بتبقى زي ما حضرتك تحدثت مثلا من المستشفيات، ولا ايه اسبابها؟ يعني ايه مصدرها، وممكن تكون ولا ممكن تكون اماكنها فين؟ لا، هي مصادر الاشعاع دي يعني هي العينات المشعه دي بتجيبها مثلا المستشفيات علشان تبدا تعالج بيها المرضى، يعني بتجيبها مثلا من اماكن تشعيع، ممكن مثلا هيئه الطاقه الذريه او حاجه زي كده. فهي مصادر في المعامل الطلابيه مثلا بتيجي مصادر مشعه، او في المعامل البحثيه بيبدا يشتغل عليها الطلاب تجارب وزي كده. في مصادر اشعاع طبيعيه دي اللي ممكن يتعرض لها مثلا الجيولوجيين او الناس اللي بتشتغل في التنقيب والتعدين، فبتكون في صخور مثلا مشعه، يعني الزملاء قسم الجيولوجيا مثلا لما بيجي يشتغل على صخره معينه احيانا مثلا بيجيب لي عينه منها، ابدا انا اعمل لها تحت مثلا الكاشف اللي هو عداد جيجر مثلا، واشوفها له هل هي مشعه ولا لا، عشان هو يبدا تجربه عليها. هنا ممكن لو هي مشعه قد يتعرض لبعض المخاطر اثناء ما هو جايبها من الموقع نفسه لحد لما يوصل بها عنده. صحيح. ممكن تقعد معاه يوم واثنين. صحيح. ممكن يحفظها في اناء غير امن، او في علبه مثلا جزاز، ويكون هي ما تعديش المدى. طب يعني ده بيحلنا لسؤال مهم او اهم، ايه هي الاضرار اللي ممكن يسببها الاشعاع على الانسان بشكل عام؟ الاشعاع الاضرار بتاعته بتكون على مر الزمن، يعني هي جرعات تصب على مر الزمن ممكن تقول بيه على حسب الجرعه. فما لو تعرض لجرعه عاليه بتكون بيه الامراض السرطانيه. وحصل قبل كده في قريه معينه لما في عينه مشعه يعني فقدت من احد الناس، وبدات اسره او احد المزارعين لقيها كده واخذها البيت، فالاسره كلها حصلها امراض سرطانيه او ادت بها الى الوفاه. يا ساتر يا رب. طيب دكتور محمود، هل هذا الجهاز هو مجرد دلوقتي بروتوتايب او جهاز اولي، ولا بتعملوا على تصنيعه دلوقتي؟ هو في اي مرحله؟ لا، حاليا بعد زياره السيد الرئيس اللي الدعم اللي حصل لينا، حاليا الجهاز داخل في طور ان هو لا بالفعل يبدا ينزل مصنع، وان شاء الله يتواجد في المعامل الطلابيه والبحثيه، لانه هو تكلفته اقل 50% من المستورد. عظيم. طب ممكن نطوره، ندخل فيه ذكاء اصطناعي AI، نربطه بانترنت الاشياء، يعني المحاولات فين؟ هو بالفعل هو حاليا مع حضرتك ان انا ارقب شريحه دي بي اس، احنا بالفعل عملنا ست على الشريحه، وحاليا هنبدا ننزلها على الروبوت. ان انا ابدا اخليه يبعث لي الداتا اونلاين مثلا عن طريق، لا انا بتكلم في ذكاء اصطناعي يا دكتور، دي قصه ودي قصه ثانيه. جي بي اس غير الاي اي، الذكاء الاصطناعي ان هو يجمع المعلومات ويحللها ويديني نتائج، تشات جي بي تي يا دكتور ينفع يا فندم. انا بقول لحضرتك من ناحيه الاي او تي، اني ابدا ارقب نوت ام سي يو يبدا مثلا اتكلم معاه وهو يتكلم معايا كده، انا ادركته ضمن تطبيقات الاي او تي. تمام. ان انا ابدا اخليه يحلل لي البيانات، بالفعل ان انا اقدر ابدا ارقب برامج معينه، يبدا مثلا ياخد الداتا على مدار شهر في المستشفى ويقول لي امتى الاوجات مثلا اللي بيحصل فيها زياده، ويبدا مثلا يتوقع لي ايه اسباب الزياده دي او الحاجات دي. ينفع هذا دي مثلا يعني خطوه قادمه لينا ان شاء الله، يعني احنا ماشيين باي ستيب، يعني المشروع ما نقدرش، هو المشروع عشان يبدا دخل فيه الذكاء الاصطناعي كده هو حاجه ضخمه، فاحنا لازم يعني ستيب باي ستيب ان شاء الله هيقوم بينا الامر ان احنا في الاخر ندرسه ضمن تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ويقدر هو يقوم ببعض عمليات التحليلات ويدي لي نتائج مباشره اقدر ابني عليها. عظيم. نفس التوقيت النتائج دي تقدر تساعدني حتى في العمليه البحثيه مباشره. صحيح. صحيح. تمام. نشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور محمود هارون المدرس المساعد بقسم الفيزياء في كليه العلوم بجامعه سوهاج.